إلى أوكرانيا، حيث حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن القوات الروسية ستحاول الاستيلاء على كييف، حيث تدور معارك ضارية. وتواجهت القوات الأوكرانية أمس مع عناصر من الجيش الروسي في العاصمة كييف في اليوم الثاني للاجتياح الذي أطلقه بوتين. وأعلنت القوات الأوكرانية أنها تقاتل وحدات المدرع الروسية في بلدتين تقعان على بعد 84 كيلومترا شمال كييف. وكما كان متوقعا، استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي أمس حق نقض الفيتو ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا، يستنكر بأشد العبارات عدوانها على أوكرانيا ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد فورا. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا إلى إعادة الجنود إلى ثكنتهم، مشددا على ضرورة منح السلام فرصة أخرى بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يستنكر غزوها لأوكرانيا. بكرة القدم، تمكن الرجاء الرياضي من انتزاع فوز ثمين على ضيفه حورية كوناكري بهدف دون رد. مباراة جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. فأمام حضور جماهيري متحمس، عاد مجددا ليضفي دفئا على مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء بعد نحو سنتين من الغياب بسبب كورونا. نجح النصر الخضر في تحقيق الأهم واقتنصوا نقاطهم الثلاث. تسول الواقع غرب الأطلس شمال المنطقة الشرقية إلى جانب تساقط أمطار أخرى متفرقة فوق جنوب المنطقة الشرقية وكذا السواحل الوسطى والبحرات، يسجل درجات حرارة ما بين درجة واحدة وسبع درجات بمرتفعات الأطلس والريف، بين 7 و14 درجة بشمال ووسط وشرق البلاد وكذا بالسبوع الجنوبية الشرقية، فيما ستكون بين 12 و16 درجة مرتفعة بالجنوب. شكرا على حسن المتابعة والاستماع، في أمان الله.